مش قادر اقوم عشان ده يا ريس ده تقدمتك والله العظيم جه عليا اليوم هقدمك جه عليا اليوم اللي هقدمك عايز ايه عصير هات كده يا عم يلا بقى ما تيجي بقى خلصنا عايزين نبتدي يخرب بيت قطفك لا مش هينفع كده انا كاجوال بص كاجوال كلام كتير كاجوال يخرب بيت شرابك اه عايز شويه شاي كده بنعناع جاي قهوه يا عم ده روشنا كلنا والله نجرب المايك الوايرلس هات يا عصام اهو الهبل حياتي ده حاسب السلك بص حاسب الهبل اهو ده الهبل فاكر دي كنت بتعمل لي بيها ايه؟ فاكر لا انت اللي انت عملته ده هتبوظ الحلقه انا بحب ابشرك ليه؟ ايه الهرتله واللطافه اللي انت عملتها انا عملت لك البتاع اللي انت مش كنت بتعمل لي كهربت لي اليوم مش كنت بتعمل لي بيها انت مستشور شنبك يلا انا مستشور شنبي اصل المفروض قوي احمد وحياه الموسى
اوعى تقول الحلقه خلصت، اوعى. لا خلصت، هزعل والله العظيم جدا. خلصت والله. انا مستمتع بقعده معاك يعني. انا مش مستمتع بجد؟ اه عشان كده لازم انهي. يبقى انت مضطر تخلص الحلقه. انا مضطر اخلص الحلقه عشان عندي شغل يعني. انت عندك شغل؟ اه يعني عندي الاستاذ هنيدي بعد كده، وعندي اساتذه كبار يعني. على راسي يا بيه. عندي اساتذه كبار جايين طبعا، ده اساتذتي امامي كلهم. ربنا انت بتتريع على الاستاذ هنيدي؟ انا بتريقش، بقول لك عندي الاستاذ هنيدي جاي بعد كده. مش معقول اقعده لغايه اما حضرتك عايز تقعد بقى. لا يعني ونغني. لا انا بقول لك انا سعيد فرحان والله والله العظيم. ابوس ايدك ما تقفلش الحلقه، انا فرحان. في نهايه الحلقه قبل ما نقفل سؤالنا التقليدي، دماغك فيها ايه؟ شعر. فيها عسل. طب ما هو شعر اهو والله. الدماغ من جوه. فيها مخ. فيها مخ يا جمجمة. مضطر ينهي الحلقة بسرعة. لا الدماغ خلاص. لا والله خلاص. الدماغ فيها ايه؟ فيها حب كبير للناس، بحب الناس جدا، وفيها تفاؤل، وفيها دعاء لربنا ان ربنا يكرمني ويكرمك ويكرم الجميع يا رب. يا رب بحاجة يا النبي. في مشكله اجتماعيه طالما ان الحلقه عجباك مش عايز تمشي. في مشكله اجتماعيه عندي؟ مشكله اجتماعيه عندنا احنا، واحنا بنقولها لك وبنعرف دماغك فيها تفكر فيها ازاي. عندك ولا عند اسره البرنامج؟ مشكله بتجيلنا للبرنامج من عند حد. تمام. وبنعرضها عليك وناخد رايك. اتفضل. صديق ليا اتصل وقال ان عنده بنت في الجامعه. تمام. فوج بيها انها حامل. تمام. عرف انها متجوزه. الله. اسمح لي الحلقة يا استاذ نبيل. هقول سؤال المشاهدين في المنازل عشان اخلص من الحلقة دي. سؤال المشاهدين. طب ممكن انا اقول سؤال؟ المفروض كان الاستاذ رامز هو اللي يقول. والله لا لا ما تضايقنيش بقى. لا والله لا اقول انا. لا لا عشان اللي حصل ده. لا عشان اللي حصل ده ما ينفعش. انا اللي هقول سؤال المشاهدين. ما تضايقنيش بقى، ده رزق يا اخي. استنى طيب هدول. ما تجاوبش ال ما تقول السؤال بس اللي تحت ده. الكاميرا بتاعتك. سؤال المشاهدين. من صاحب رسالة نزل الغفران؟ انت مداري وشك. سؤال المشاهدين. من صاحب رسالة الغفران؟ الاختيار الاول الجاحظ، الاختيار الثاني ابو العلاء المعري، الاختيار الثالث عمر الخيام. اقول الاجابة؟ لا انا اللي حاول. تمام. الاجابة هي اعزائي المشاهدين سعدنا جدا بالفنان رامز جلال، واوعدكم ان انا مش هجيبه تاني في اي برنامج، لا انا اللي بقدمه ولا اي مذيعين. هريحكم منه شويه. ليه كده يا عم؟ نظرا للفرقعه والحاجات اللي اتعملت دي، انا سعدت جدا. حبيبي طلعت ربنا يخليك. انا سعدت جدا بيك يا استاذ رامز. وانا فرحان جدا. وانت شرفتني جدا النهارده. وانا سعيد جدا. سيبك من المقالب واللطافه اللي اتعملت دي. حبيبي طلعت. بس انا بحبك وانت عارف ان كل الساده المشاهدين بيحبوك. بحب طلعت زكريا جدا، وكفنان وكصديق وكذكريات لينا جامده مع بعض يعني. ربنا يخليك. بما فيها الشقه المحروقه وكل حاجه. ده هيبقى موضوع حلقه تانية مع رامز جلال، لانه عنده مواضيع كتير عايز. ممكن نعمل سؤال المشاهدين. موضوع الشقة المحروقة. أعزائي المشاهدين استمتعت جدا بالفنان رامز جلال، وإلى لقاء آخر ونجم آخر في حلقة جديدة من برنامجكم الدماغ فيها إيه. والسلام عليكم ورحمة الله. خلاص كده بجد؟